دلوقتي بقى هنتكلم، خش على المحاضرة الثالثة. احنا في المحاضرة الثالثة الجزء الثاني. هنعمل فوكس بقى على البري فابريكيشن او البري كاست. كلمة كاست يعني صب، فابريكيت يعني يصنع، بري فابريكيت سابقة التجهيز او التصنيع، وبري كاست هي نفس الكلمة. الترمينولوجي دي مهمة، بسأل فيها. دي الوحدات الطولية اللي قلنا اللي هي أول نوع، اللي هي ممبرز جاهزة اهي زي ما احنا شايفين، وبتيجي تتركب في المصنع على طول في الموقع. يعني دي الممبرز ديت بتيجي جاهزة، بتبقى فيها مولز او قوالب بيصبها بأبعاد بسمكات معينة، ده المتغيرة يعني، مش بالضرورة ان دي قد دي قد دي قد دي، لا، بس في الغالب بيبقى فيها ايه، بيبقى فيه تنسيق ما بين المصنع وما بين الديزاينر، بحيث بيبقى عارف ايه الامكانيات اللي موجودة هناك والابعاد، وبيحاول بقدر الامكان وهو بيصمم يحاول يجيب الابعاد اللي موجودة، لان الابعاد دي ما بتتغيرش سواء كانت جيردر او سيمبل بيم او بيم بأطوالها بسمكاتها بالديمنشن مسلح بالتسليح بتاعها، بيعمل حساباته على هذا المكمن الخطوره والحاجات دي بقى، اللي هي ما يجي يركب اللي هي الكونكشنز دي اللي هي التربيط ما بينهم وما بين بعضها. وبعد كده بعد ما يركب الكلام ده بيجيب برضو سقفه بلاطات جاهزه ويركبها. بس اللي احنا بنتكلم عليه هنا الطوليه، مش دي، مش المستويه، الوحدات الطوليه اللي هي الممبرز الطوليه دي، هيكل مبني اهو من الخرسانه، تبقى اعمده وكمرات واسقف، وحدات غير انشائيه اللي هي قواطيع لتقسيم الفراغات. الوحدات الغير الانشائيه دي مش بالضروره تبقى خرسانه مسلحه، ومش بالضروره تشيل، بتبقى قواطيع، وبرضه بريكاست ممكن تبقى خرسانه عاديه من غير حديد، وبتبقى ساعات معاها واير مش عشان التنشن، عشان يقسم الفراغات الداخليه. والوحدات الطوليه بالنسبه الاساس فيها الاعمده والكمر والاسقف، بتيجي وحدات طوليه بيبقى هو ستاندرد ومصمم السبيس او الاريا بتاعه الفراغات بتاعته على الابعاد اللي موجوده في المصنع، بيبقى مرتبط الديزاينر دي. ودي نقاط الاتصال اهم حاجة، اللي هي دي الكريتيكال بوينت اللي هي الجوينتس بتاعت التربيط ما بين الممبر. الوحدات الطولية الجاهزة دي اشكال منها برضو، اهو في قواعد وفي جايب لك البيو بتاعتها، برسبكتيف بتاعها من عين الطائر من فوق، بص من فوق بيوريك بعد ما ركب الدور الارضي. هدي كلها وحدات جاهزة وبلاطات جاهزة. لاحظ الدايمنشنز، يعني الجزء اللي انت شايفه دوت، لاحظ البلاطه دي هي البلاطه دي هي البلاطه دي، البلاطات زي بعض، ودي 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 اللي هي كانتليفر نفس المقاسات. لاحظ ان المقاسات متقاربه جدا من بعضها، ما ينفعش بقى اديله يبقى عندي مقاسين ثلاثه اربعه بالكتير، ما تبقاش متعدده، عشان العمليه بتبقى مرهقه جدا وحسب امكانيات المصنع. وديت القواعد، والقواعد لو تلاحظ هنا اللي فيها النوتيات ديت، بيبقى هو متعمد بتبقى قواعد تجميليه ظاهره فوق سطح الارض above the ground، لان بيتحكم في المولز انه بيعمل فيها جروفز، تقوم تديله النوتيات الجميله دي بتاعت الخرسانه، خلاص بقى مش محتاج بلاسترنج ولا بينت ولا يعني، تفضل طول العمر كده. وساعات تبقى ملونه، يعني ممكن ده حوض ظهور مثلا بريكاست وعامله بالشكل الجميل دوت، ودي تبقى مثلا زرقاء ودي خضراء ودي حمراء، بتبقى دهانات ايبوكسيه فور لونج ديوريشن. يعني في برضو الوحدات المعدنيه مع وحدات الخرسانه، بعمل ستيل ستراكشر والبارتيشنز والفراغات الرسقف، اذا كان وهستعين بكمر خرساني، يعني مدخل الاثنين ستيل مع
خرسانة. لو تلاحظ العمدان مثلا وبعض الترصات او الكمر البيم ستيل، وفي بلاطات خرسانية بتركب، وفي كمر برضو بتيجي البلاطة بالكمر بتاعها وبتسند على الستيل ستراكشر. يعني الوحدات الجاهزة برضو ممكن ادخل فيها خرسانة. ما ودي المفروض المنظر اللي فات ده، ده هيجي قبل اللي فات بس ماشي الحال، انه برضه بيوريك انه مدخل وحدات معدنيه مع وحدات خرسانه. ده اي بيم اهو، وده الكولمز ستيل، كل ده ستيل، وبيجيب البلاطات بقى دي جايبها الجروفز دي عشان يدخل فيها يوتيليتيز، مواسير كهرباء وحاجات من كده، ويروح مركبها بقى كبلاطة. ومتصممة البلاطة ديت عشان تتشال بالتنسيق ما بين الاستشاري الستيل والاستشاري الخرسان. الحاجات دي كلها بتتصمم في المكاتب الاستشارية. الوحدات المستوية بيتم تصنيعها في المصنع لانها بتبقى وحدات ضخمة شوية من كافة العناصر، وفي وحدات بنائية عادية ما بتبقاش بير، يعني ما تشيلش احمال، يا اما حوائط حامله يا اما غير حامله، اللي هي القواطيع الفاصله بنقول عليها بارتيشنز، وبلاطات الاسقف والوصلات. يبقى لازم نبقى عارفين الوحدات المسطحه ايه اللي بتصنع منها. في الوحدات المستوى اساسي، الوحدات المستوى بيتم تصنيعها في المصنع. الفورم اللي بتتعمل زي ما قلنا بتتصب في المصنع، بتهدأ فورم بيدخل جواها مواسير الكهرباء واللطات والتوصيلات. ما ينفعش يروح هناك ويكسر ويفتح، لا بتيجي جاهزه بالفتحات بتاعتها بكل حاجه بالمخارج حسب ما جاي له في الرسومات. الحاجات دي بتتصنع برسومات شوب دروين. هنا بقى التكلفه جايه في الوحدات المستويه الضخمه، انها بتتنقل للموقع بعد ما تم الحفر وصب الخرسانه العاديه تحت الميده الشرطيه، بينقل بقى الحوائط ديت ويركبها في الموقع. في منها الصغير وفي المتوسط وفي منها الكبير اللي بتبقى حجر. يعني المبنى اهي، دي وحده جايه الكاميرا بالحيطه بتاعتها، دي الحيطه دي هتبقى شايله الكاميرا دي، اللي هيجي فوقيها وهي بتتركب بتبقى معمول حساب الدور ده غير ده غير ده. في السمكات بالذات اهو، المبنى ده كله بريكاست، ودي اثناء الانشاء. يعني هنا هو عامل صابب العمدان وصابب القواعد وجايب الوحدات الجاهزه لغايه ما وصل للشكل ده، عشان عينيك برضو تتعود على الشكل. يبقى في منها صغير ومتوسط وكبير كسقف حجره كامله، يعني حاجة مش جاية بقى أجزاء وتتوصل لتعمل لها ربط مع بعض. وده بيوريك هنا طريقة التركيب والتثبيت. الرسمة دي طبعا مهمة جدا وتاخد بالك منها لما يكون في حالة فيكسنج مع ستيل ستراكشر. يعني يعني ده عمود مثلا وداخل معاه كاميرا، او ان هو تيبيكال فيكسنج تو كونكريت ستراكشر. يعني بيوريك الوحدات الجاهزه لو خرسانه وخرسانه او خرسانه، دي الجوينتس ديت والخوابير دي، المسامير، الحاجات ديت بتتصمم بالسماكه بتاعتها بالديامتر باللينس بكل حاجه، بتبقى ستيل ونوعيه خاصه من الحديد مش اي حاجه. فدي الوصله دي خرسانه بخرسانه، والوصله دي حديد في خرسانة. دي وحدات طوليه لهيكل معدني، هيوريك شويه اشكال كده برضو. ده عباره عن هيكل معدني كامل وبيغطيه بحوائط او بارتيشن سواء داخليه او خارجيه. هتلاحظ ان المبنى شغال اهو كله ستيل خلص، يبقى دي حوائط مش بيرنج، ما بتحملش حاجه، يا دوب بارتيشن يسد بيها الفراغات الخارجيه والداخليه. شوف الشكل الجميل ده بقى لما يجي يشطب بالمصنع بالسيراميك او المعالجه، وهو بيعمل المولس وبيصب يقوم يعمل شكل فيه نتوءات او يديها كسر سيراميك، وبتدي له المنظر الجميل دوت. بتفيد في ان هو بيدي واجهه جاهزه جميله شكلها مقبول، يعني كنوع من الديكوريشن بنقول عليها ديكوريتد كونكريت، ديكوريتد
بريكاست كونكريت. الوحدات الصندوقية دي الأغلى على الإطلاق، وهي وحدات فراغية ثلاثية الأبعاد على 3 أحكام، يا إما إطارية يا إما صغيرة يا إما نص مسك، وهنشوف ليها أشكال دلوقتي. يا إما تحتوي على فراغ أو 3 أفراغ أو عدة فراغات بتتشطب جاهزة بتخلص في المصنع، هنا مشكلتها بقى وبعدين ينقلها، ودي مكلفة جدا مكلفة جدا، النقل للموقع وتتجمع هناك عشان تدي الشكل هناك، وهنشوف اشكال منها. وهي بتتصنع بقى في منها يا خشب يا حديد يا الومنيوم، من كل حاجة، بيبقى مصنع ضخم طبعا، دي مصانع مش اي كلام، وبتبقى مجهزة لانها تعمل كل الحاجات اللي انت عايز. دي الوحدات الصندوقية بتترس كبلوكات، بتركب على هيئة الانشاء في صورة كبسولات متنقية، وممكن تبقى من الخشب، ودي مشهورة جدا في امريكا بالذات في الموبايل اوفيسز، واللي هي مكاتب بتاعة المواقع المؤقتة، يفك ويركب وتتنقل في حتة تانية. ودي الوحدات المديولية اهو، المديولية حاملة لمستشفى صغير، نظام بيرينج والغرف، بيعملوا الغرف والدورات والسلالم، يعني الغرفة، لاحظ الغرفة دي والغرفة دي والغرفة دي هي الغرفة دي والغرفة دي، يعني لو بصيت على المبنى ككل هتلاقي 3 أنواع، 3 أحجام أو 3 مساحات بتبقى جاهزة، بحيث إنها إيه، دي غرفة على بعضها، دي مثلا ممر، دي صالة كده يعني، والسلالم برضه. دي مبنى مشهور جدا في اليابان، بيبين لك يعني، ده المبنى ده كده على بعضه عمل السكيلتون بتاعه، وجاب الشقق دي، شقق كل جزء من اللي انت شايفه دوت وبالشكل الجمالي ده، وده شقق اتعملت جاهزه واتنقلت وتركبت. المبنى يخلص في 10 أيام ولا أسبوعين لو اشتغل، لو شغل بالذات العمدان بتبقى مصبوبه جاهزه، ويجي يركب وبالابعاد بتاعتها، ويروح مدخل معاها يا دوب يعمل الجوينت، الشغل كله في الجوينت، ومتفنشه وجاهزه. مبنى زي اللي انت شايفه ده ممكن ياخد بالكتير قوي شهر ويكون خلصان. ودي نوع تاني عشان تفهم الموضوع كويس. ودي بتتعمل منها برضه حمامات ومطابخ ووحدات صندوقيه خرسانيه. دي الشكل ده جميل جدا، وبيوريك البروسيدور والخطوات اللي بتمر بيها من اول مرحله، وحدات سبق بيصبها في المصنع وبعدين يروح مدخلها، دي المرحله الاولى، خط سير الانتاج يبدا يدخل فيها المواسير، وبعد كده يروح على المرحله الثالثه، اهو في الاخر طلع لك ده تقريبا حمام او مطبخ او غرفه نوم او اي حاجه. ويا ريت تبص على الشكل الجميل دوت وايه، وتحاول تستوعبه وتركز عليه. وما تنساش برضو الكلام ده برضو الى حد ما في تفاصيل في الكتاب هتساعدك قوي، ان اللي هو ده بقى يعني، شوف انت قد ايه بقى، هو واخد تقريبا موبايل اوفيس اهو، ده موبايل اوفيس اهو، بيتنقل ما بي ده ممكن يبقى خشب وممكن يبقى معدن، لكن ما يبقاش خرسانه، ده موبايل اوفيس. دي وحده هتروح تركب مثلا فيلا دور ارض مثلا، 3 أوضتين وصاله جاهز، نقلها ورفعها وسحبها على المقطوره، كل الحاجات دي بحسابات واصول، والكوست بتاعها عاليه جدا. ونشوفكم بقى في الجزء الأخير من المحاضرة الثالثة، شكراً.